عجبني هشام على بالي بالمن خلا شمت تبارمو الله يرحمه في آخر. مرحبا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من رمضان تراند، واليوم رايحين في الإيجابية، الأخبار الإيجابية راهي دايرة حالة في ريزو سوسيو. نبدأ بأول خبر والمبادرة الجميلة من ولاية الطرف لهذه الجمعيات كما رانا نشوفوا، لضفرة جهودها من أجل التكفل بالمعوزين في هذا الشهر الفضيل، خاصة في ظل هذا الوباء اللي راه منتشر. راهم يضافروا في الجهود، أربع جمعيات تكاتفت من أجل التكفل بكل المعوزين في ولاية الطرف. واش تقدروا تقولوا لنا في هذه المبادرة خاصة في العشر الأواخر تاع الشهر الفضيل؟ أنا كما يقولوا أكاد أجزم بلي هذه المناظر نشوفهم غير في الجزائر. يعني الشعب الجزائري معروف بهذاك التعاون ديالو، معروف في وقت الشدة دائما جارك يصيبك ولا اخوك يصيبك ولا حتى واحد براني عليك يصيبك. يعني والدليل على هذا مطاعم الرحمن ما كانوش حاضرين هذا العام بسبب صحيح. الوباء أكيد. لكن برك باش نحكي حاجه، يعني كنت حاضره في العام اللي فات، صمت في بلد عربي، بلد اخر بلد اخر وما نذكرش الاسم لانه الحساسيات الله يبارك هذا الشهر راهي دايره حاله. استغربت انه المطاعم الرحمه ما كانش في هذاك البلد، يعني حتى كي سالتهم اندهشوا، قال لي كيفاش عندكم مطاعم رحمه والناس يدخلوا ياكلوا بالمجان؟ يعني هذا هو الشيء الجميل عندنا في الجزائر، كاينين هذا الشيء معروف في الجزائر، وباش نكونوا باش نعطيوا الناس حقهم. انا اعتقد باللي الشيء اللي صرا مع بليده مع الكونفينمون توتال، اعتقد لولا تضافر جهود الناس والجمعيات اللي اغلبهم ما سمعناش بهم اعتقد كانت راح تكون حاله كارثه. الحمد لله نشوفوا ما شفناش ولا منظر مؤسف في الشيء اللي صرا مع ولايه البليده، لانه اعتقد كانوا بزاف ناس. انا نعرف ناس من العاصمه، ناس جاوا من واد سوف، ناس من باتنا، ناس من غردايه، ناس جاوا من كل مناطق عاونوا باش عاونوا الناس انه يتجاوزوا هذيك الظرف وهذاك المحنه. وعلى هذه ما سمعناش انه كارثه صرات في بليده فوالا. وهذه ناكدوا كلام انه الجزائر مشي الفيسبوك، هاد صوالح ما نشوفهمش في الفيسبوك. صح كاين صوالح فيسبوك مقابل غير هذا هدر هذا هذا عاير هذا هذا واش راه لابس هذا واش دار. يعني الغلطه انه نقولوا جمهور جزائري كاع واش يقول في الفيسبوك، نو ها ولا الجمهور الجزائري. أكيد. اسمع محمد خاسان يكون يدير وزير البريد والاتصال. اول حاجه فيسبوك تبريما انستغرام ما نقلعش انستغرام نو اللي صحفي راه يطموح ولا غير، يعني نطرق بين قوسين، علاش المجتمع اللي في الانستغرام ايجابي اكثر من المجتمع اللي في الفيسبوك؟ صدقا زوز اللي في الفيسبوك لا ماشي كاع، صح يقول لك باللي العكس ماشي كاع. اسمعني في الانستغرام يخافوا منه، شوفوا لي كولور كاع يقول لك هذا حاجه كبيره، يخافوا من الانستغرام كيف فهمني. سي بور سا انستغرام كلاس، تحيه اصحاب انستغرام صحيتو صافي شويه. لا هذه والله العظيم صح صح، انستغرام ما كانش لا تقى تقى 5% 7% فيسبوك يا صاحبي. تفضل سامير باختصار. نفس الشيء يعني في السياق، يعني في باش يعني في فيسبوك دار سميرة دار باش اسكو بالك 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 كراشيهم والله فيريتي واش كاين ما كاش فيسبوك بالك كي مفتوح لبزاف ناس. اني داكور مفتوح لبزاف ناس، شايف كيفاش مفتوح لبزاف بزاف بزاف ناس، يعني اكسيسيبل شغل لبزاف ناس. انستغرام ماشي مازال دوك يزيد يدخلوا الباقي، تشوف كيفاش يولي انستغرام حزو غير دخلوا شبع على الروح. نزيدوا نعاودوا نكريو سيت واحد اخر نروحوا ليه معليش. يلا نروحوا لثاني الاخبار، وهو ايضا مبادره جميله جدا قاموا بها اساتذه ولايه معسكر. يلا كما توضح الصور، هادو الاساتذه اجتمعوا من اجل تحضير دروس مرئيه للتلاميذ وتلقينهم هذه الدروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يستفادوا ويعني يكملوا البروغرام تاع هذا العام. واش تقدروا تقولوا لنا في هذه المبادره؟ انت على بالنا كمال ولادك يقراوا، اسكو لقاو مثل هذه المبادرات هنا في الجزائر؟ كاينه ماشي ما كاش، لكن المشكل الوحيد ان لا كونيكسيون ثقيله. هي مبادره مليحه وباش كما يقولوا التلاميذ يبقاو دائما باتصال بالاساتذه تاعهم ويقراوا ويدرسوا عادي. صحيح. لكن المشكل كان دي فوا دي باج تحلهم ما يتحلوش على خاطرش لا كونيكسيون ثقيله والناس قاعد يدخلوا ليها وقت تعرف كي تقول حاجه. حاب يقول هذا هو المشكل، لكن المبادرات تستاهل تشجيع ويدعموها وحنا رانا معاهم ونتمنوا انها تتعمم على مختلف مناطق التراب الوطني. نروحوا لموضوع اخر، والموضوع اللي اثار الجدل الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات. يلا نشوفوا هذا الفيديو من بعد نعاود نرجعوا بعد الفتنه
يحطك شغل فتنة وما يقارعوا للشعب باش يتلاصق فيما بيناتهم. يتلاصق اي باش الشعب يزيد عنك اخوك. هذاك وين هذاك وين يزيد يقوي المحبة. فهمتني. نقولك واحد الحاجة هيسام, واحد الحاجة اللي بعيدة كل بعد اننا قبل ما نتلاقى انا وياك. يلا هذا الفيديو هو البث المباشر اللي كان قام به زوج من أكبر صناع المحتوى في الوطن العربي اللي هما هشام دناف من ولاية معسكر وكذلك المغربي نسيت الاسم تاعو. اسمه هذا كبير وما عرفتش اسمه كون جا صغير كيفاه. عادل عادل لا عادل. بين عادل وعادل يلا معليش التحية ليه والمبادرة اللي قاموا بها هو المغربي عادل والجزائري قاموا يعني بهذه المبادرة. انسان فكر تزيري انسان مروكي ما تفكر مروكي. لا 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 هشام وعادل هشام وعادل لا مش باش ما نبريسيزيوش على واش المهم على الأخوة بين البلدين لازم تكون أخوة وما نخليوش ناس اللي تقول يعني ديكلاراسيون سلبية تخليها تعم خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تداولها بكثرة وتسيت تخلق عداوة بين البلدين. احنا نقولوا أنه البلدان أكبر والشعبان أكبر من هذه الخلافات وهذه العداوات. إيمان واش تقدري تقول لنا على هذا الموضوع؟ ثاني هذه ما تهضرش عليها. علاه علاه مالفا يقولوا لي ونقول ما نهضر. اه مالفا محجة محرش اليوم موعشو. سالوني جو سوي ليبغ. آه سبحان الله. لا رايك مهم في هذه القضيه قضيه مهمه. شكرا قضيه شكرا كبيره انت ثاني كبيره زعما نكبروا بك. اي تفضلي هذا فيها نفاق. لا فيها شويه ثاني. انا والله ما نحبش نشوف هذه الاشكاليات وهذا الكره والحقد بين الشعوب والشعبين خاصه كما شعب الجزائر والمغرب. باش نقول لك انا ملي كنت صغيره وكامل تعلمنا في ديننا انه ديننا يوصي على المحبه على الاخوه على الناس كامل كيف كيف وما علموناش التفريقه وهذا خير من هذا دونك اللي راهم يفرقوا يدخلوا في واحد المشاكل هكذايا هذا شيء اكيد. محمد انا على بالي باللي عندك تواصل جيد مع ناس المغرب مدبية تعطينا الراي تاعك في هذه القضيه. يا جماعه لازم تعرفوها باللي الجزائر والمغرب بلد واحده وبلد واحده بلد واحده يعني ما نقدروش تصريح تاع مسؤول ولا انسان نديروه على شعب مغربي. شعب مغربي يحب الجزائر وبشهادتي وانا رحت للمغرب وعندي اصدقاء وكما احنا نحبوهم ونموت عليهم ونعاود نقول لاخواننا المغاربه كاين ناس تصريح تاع اللاعب تاعنا رياض محرز أيوة تصريح غير كاين ناس اللي ما فهموش ومام عندكم في المغرب كاين باغي يديروا فتنه كما احنا عندنا في الجزائر تاين يديروا فتنه. رياض محرز يا رياض محرز التصريح تاعو ما فهمتوش كاين امبوسيبل لاعب كما محرز في مكانه كما محرز ويعرف وكان يشوف انه كل الشعب المغربي فرح بكأس إفريقيا يتكلم على 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 خوتنا المغاربة يعني بالسوء. جماعة لازم احنا نكونوا تفضل نسيح. الحاجة اللي يعني تفرحني انه كل ما يخرجوا ابواق الفتنة عندنا يعني تشوف انه بالنسبة عند الشعب ولا شيء بالعكس يزيدوا تزيد المحبة بين الشعبين وتزيد يعني الرابط يزيد قوة يعني هذا والحدود راهي مغلوقه بيناتنا. تخيل غدوه تفتح كيفاش راح تولي العلاقه اقوى واقوى. فانه اعتقد باللي هذه الاشياء هذه التفاهات اللي راهي تصرى والله ما راهي تزيد غير حب بين الشعبين. والله وتقصي كل جزائري تقولها بلدك ثاني يقول لك المغرب والمغربي كذلك. صح يعني هذو الفيسبوك وكاع اللي يديروا باش طلعوا لي باج تاعكم راكم غير طبطبوا حنا والمغرب خاوه والمغرب. يا ديجا واحد جزائري واحد كيروح المغرب انا راح شحال من خطره ما نحس روحي غريب. نحس روحي راني في الجي صح. ولا في مدينه كيما المغربي كيجي للجزائر والله غير نشوف شي الاز والناس يكرموك يعني الشعب لاباس ربي يبارك. لكن زيد نقطه كيما قلت انت ابواق كملي. لا لا معليش كمل. قلت كنا الناس يحوسوا على الفتنه هذه اللي مانيش عارف بالك عندهم مصلحه ولا مين. شفتوا اسمح لي كمال شفتوا الفيديو تاع جماعه دو تروا جون كانوا كارين في المغرب في المغرب وجاي خرجهم خلصهم خرجهم ولده جا هذاك الشرطي ولا الدركي تاعهم باش قالوا انا خلص لك الكرام انا خلصك وخليهم قالوا خليهم انا وعلى ضمانتي وكلش. وقالوا كيما احنا كاين مغربيين راهم في الجزائر وراهم يعانيوا في الظرف الحالي الجزائري وهم راهم قايمين به الجزائري تاني كيكون في لا لا تبارك الله علاش تحكي كبيره نقول لك يا هشام في استاد الرجاء في استاد الرجاء 80,000 متفرج يغني للجزائر صحيح صح وي وي صحيح وكيما الجزائر تاني
كملتي ايمان. انا وحده من الناس اللي تحب المغرب تحب ناسه ونحب كامل الناس. مي نرجع برك ما عرفتش بلي كان الفيديو منسوب الى التصريحات المسؤول من غير داك القضيه بصح على بالنا بها. لكن كاينه حاجه نقطه، واحد ما يمس الجزائر واحد ما يسبها. نظن انه اليوم البلد تاعو اللي مسؤول عليه وعلى تصريحاته راح يقدم اعتذار وراح يقوم باللازم. طبعا طبعا ايمان يا جماعه باش الناس تفهم، كاين سيفري كاين تعليقات على بالي بلي منسوب جماعه ما كاينش اللي ما عندوش غير على بلدنا احنا. داك الشخص ما يسب الجزائر دروك شخص هو ولا واحد اخر ما نحملوش اللي يهضر على الجزائر ما نسمحولاش يكون واش يكون. هو نفس الشيء والجزائري يهضر على المغرب. ولا فهموا ولكن احنا ما نقدوش نقولوا اي يهضر هاك اي نروح نسب في المغرب صح. كلها نروح نسب انا لا نسب نسب مام با نسب ويعني مح باش نبسطوها. هذا كلام قالوا مسؤول واعتقد بلي في هذه البلاد كاين مسؤولين اللي مهمتهم يقوموا بهذا الشيء. اوكي كاين وزاره خارجيه جزائريه وكاين رئيس الجمهوريه اللي راه متاكدين باللي راح يتاخذوا الاجراءات اللازمه في هذا الموضوع طبعاً. فاعتقد احنا كشعب لو كان نقولوا الصح هذا الموضوع ما يعنيناش اصلا لانه الشعبين على كان الناس اكبر من العلاقات وانه المؤسسات الرسميه اتخذت خطوه تجاه هذا الشيء ومش حتى الشعب يقول هذا امر واضح وما فيهش نقاش. لكن هذه النقاشات وكي تلقى الناس تغذي هذه الفتنه راهي تقدر تفتح باب ومجال الفتنه اللي اصلا حاولوا بزاف من قبل بزاف مواضيع وبزاف قضايا ولكن دائما بات بالفشل. بالعكس كانت تزيد تقوي علاقه الشخصين الشعبين. هشام دوناف هذا هشام ثاني غير نخرجوا على الموضوع يعني دار مسابقه وشرف الجزائر شرف الجزائر حتى واحد ما هضر عليه يعني نقول نحيوه حنا نقولوا حنا نفتخروا بك ولا يعطيك الصحه واسمح لنا لا تي واحد ما هضر عليه. لا ربما لانه ما حكاوش ربما لانه الظرف اللي مشات في المسابقه ومع الكورونا ومازالهم متواجدين في الاردن الجهودات اللي قمت بها فوالا نتمنوا له كل التوفيق كي يرجع لهنا نقولوا راح تكون ضيفنا وابواب الشروق مفتوحه لك بكل تاكيد. وكان عندنا ضيف في قناه شروق قبل ما يروح يشارك في المسابقه لكن انا واش حبيت نقول لا تهم الاسماء قد ما تهم المبادره الجميله بينهم كصناع محتوى. نروحوا للخبر الاخير وكما سبق وان قلنا للجمهور الكريم وان لونسينا لو ديفي لو تشالنج تاع بدون تشالنج يلا نشوفوا احمد مداح يلا. السلام عليكم جمهور الكريم كما على بالكم الديفي هذا تاع الفيديو تاع الماء قلت لكم عليه كومونتير كان زميل لحقت وقيت نص ساعه زميل دونك اشتا وكاع هيا في اوبليجي ندير الديفي او يجيب لي غاب ليسونسيال براف أول شيء بيدون تعلم إيش هم بكرفا هو يعني تشالنج برافو أول شكرا لالتزام الكلمة التشالنج يعني كنت قلت له زيد ماشي 15000 تعليق قلال بزاف قال 5000 الغريب انه ماشي غريب يعني المتوقع انه في اقل من 10 دقائق كان مشى 15000 تعليق واليوم راهو تقريبا اعتقد 30 ولا 40000 تعليق حبوا مشيتي وجهي كيف بصح قول له مداح راك تريشيت بالكاسكيطه والما هذا كيبان لي دافي مي بون معليش يعني على الاقل التزم كون قلنا نضربوا احمد يضرب روحه بخدمي مليون كومونتير وهذه هذيك ماشي بيدون طاسه ماشي بيدون ماشي بيدون كمان سقسيك سانسيرمون لو كان زعما نقول لك دير هذا الشالنج زعما شحال من كومونتير بوديرو مليون يلا شحال عطينا نيميرو 100000 500000 لازم 500000 100000 انا شوف 500000 كومونتير مليح 30000 40000 جابهم. لا كمان نعطيك حاجه شابه لازم الانستغرام تاع كمال شعال يطلع باش يدير ايوا صح شوف تخليني ندير الماناجر تاعك خليني ندير الماناجر تاعك صح شوف كمال يشرط 150 الف تعليق في صفحه ليلى شو تعرفوها 150 الف تعليق على الصوره تاعو راح نحطوها مباشره الان في هذا اللحظه كي راكم تشوفوا فينا ويطلع 10000 ابوني ناس شحال عندك في الانستغرام 28400 28.4 صح نديروها 30 لازم توصل ايا فوالا 30 ولي زابوني عنده لازم يوصل كمال معكاز لازم كمال معكاز راكم تشوفوا في اسفل الشاشه راكم تشوفوا في اسفل الشاشه كمال معكاز سامي المستريك نورمال لازم يوصل لازم يوصل 40000 بصح كاينه حاجه لازم يكون معك شاهد باللي بدونه صح ما بارد انا والله نعطيك كلمتي فيها نوريك باللي عمرت ملعين ملعين
يعمر ملعين اه هذاك هو ملعين فيديو كامل اه يلا يربح يلا مشاهدينا شوف مشاهدينا شوف شوف بعيد ندوش هنا شوف 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 انا على بالي بحاجه انا عندي ثقه باللي المتابع الجزائري على السكاره يموت يعني اعتقد باللي 150 الف مضمون هذه ماشي مشكل انا نقول لك ثاني تقعدنا في الانستغرام على الانستغرام هو صح بقوه جماعه سمير مستريكس هذه هي يلا يلا يعطيكم الصحه خلصوا الاخبار ياسر خلصوا الاخبار كي تلحق 40 الف و150 الف تعليق في الصفحه تاع ليلى شو على صورتك تلحق تلحق بسم الله وين ندوش هنا هنا واه سامرش يلا انا قبل ما نخرج نقول لك نقول لك بصح انا تطلع نطلع وتنشف الفوق لا لا لونسي دي في الواحد اخر عمك شوف لي صح ديروا لي كونديسيون لا لا والله غير دي موراك 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 ان شاء الله خاساني اذا شوف اذا طلعت اذا نجحنا في الديفي موراك الخاساني وضرب الفوق عندهم اللي عندهم مليون و200 الف ابوني يقولوا 2 مليون ها انت زعما شحال لازم لك من التعليق باش تواسي موح انا في التعليق تماك عندكم 300 ميل لونسيوها لاك مور كامل مور كامل لا لا دوك ما تلونسينيش كامل نشوفو تقريبا نديرو مع بعض لا لا نشوفو كامل 40 مي كامل تقدر يومين ثلاث ايام نفروها مع كامل لا لا قريب يخلص رمضان وش بعد العيد مو 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 فونس تحدي هيا دوك عطينا الكلمه 300 الف كومنتار تويشه وحدك شايف تاع العيد نورمال فيها 300 بلاها يلا فيها انا نوجد لك بس تاع العيد راح تكون شركه تاع الكومنتات يلا 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 اسال 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 نعاودوا دوزيام ديفي محمد خسان يقول لكم دخلوا لاباج تاع ليلى شو 300 الف تعليق من بعد ما نجوا شوفوا راهو 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 ضيف عندي تما ما كاش كاع وين يهرب وانا تستين ما باللي بارد ما كاش كاع مشكل العشيه بعد تشوفوا تصويره تاعو مع تصويره البيدون لا لا كاش تصويره قديمه صبرينا بن يحيى تصويره مع البيدون نبدا اسمع قالت لي كاين تصويره في الكومنت نكملوا عليها من الزيرو شوف هذيك هذيك ما نبانش شباب فيها انا جاتني عادي سي بون سي بون سي بون عندكم عادي يديرها 150 الف تعليق زائد 40 الف ابوني في الانستغرام تصويره لنا لا و 300 الف تعليق التصويره تاع محمد خساني شرفوني جماعه بس 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 شكرا يا زيد لهم واحد نزيد لهم واحد عندهم بونس الياس زيد شكرا ياسر الكسولي بارك الله